أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدوار النابلسي بشمال قطاع غزة. وقد شدد أبو الغيط على أن وقف إطلاق النار صار ضرورة حتمية من أجل إنقاذ مئات الآلاف من الموت جوعا أو قصفا، مناشدا القوى الدولية تكثيف الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف المذابح اليومية والانصياع للقانون الدولي.